طبعا بنرحب بنجمه الفريق نور احمد الشافعي اللي انضمت لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا نور. ميرسي. مبروك والف مليون مبروك. يمكن انت كنت معانا من سنتين يمكن او سنه ونص صحيح. ايوه. واتكلمنا عن امالك وطموحاتك وهي بدات تتحقق. خدنا الدوري الحمد بالزبط. لله. مبروك مبروك. ميرسي. كلميني عن يعني الماتشات اللي انت لعبتيها، وادي دجله، الصيد، لعبتي ماتشات ايه السنه دي؟ ومن وجهه نظرك ايه احلى الماتشات اللي انت لعبتيها؟ انا لعبت كل الماتشات. ما شاء الله. اول ماتش كان 6 اكتوبر. لعبت دوبلز مع نوره. ولعبت بعديها هليوبلس كان سنجل. تمام. وبعدين لعبنا بقى مع وادي دجله. لعبت سنجلز برضو. وبعدين لما لعبنا بقى سيمي فاينل لعبت دبل مع سيد. ده تقريبا كان ارخم ماتش. مين كان معاكي في الدبل، نوره ولا كان حد تاني؟ لا، كنوز. كنوز. تمام. تمام. والفاينل بقى لعبت سنجل برضو. سنجل. فاكره احلى ماتش لعبتيه؟ يعني هما كلهم كانوا حلوين. حلوين كلهم كانوا كويسين. بس السيد كان اكتر ماتش تنس شويه. كان صعب طبعا، ده كان يعتبر فاينل. طب خلينا اتكلم ان انت من سنتين كنت معانا تحت 16 صح؟ طيب بعد ما فات سنه ونص سنتين عن اخر لقاء لينا وبتاع في البرنامج، شايفه ان انت حققتي جزء من اللي كنت نفسك تحققيه ولا لسه؟ هو لسه، علشان السنه اللي فاتت كلها انا كنت مصابه. فانا سلامة. كان عندك ايه؟ كان عندي حاجه في ظهري يعني. كانت اصابه جامده ولا؟ قعدت فيها كتير. كتير. ودخلت الجامعه وكده. ف يعني ما شاء الله. طب دخلتي تدرسي ايه؟ كمبيوتر انجينيرنج. ماشي ماشي، بس دي صعبه برضو ما شاء الله. سياسه واقتصاد وكمبيوتر انجينيرنج. انت عندك يا كابتن مشكله كبيره في الدراسه، بس دي حاجه كويسه يعني اكيد. في سنه اولى يعني خلصتي اولى صح؟ خلصت اولى. خلصت اولى. بس يعني السنه دي بحاول ان انا ارجع تاني يعني، بريكفر شويه من بس الحمد لله. ده انت ما شاء الله بتريكفر وشاركتي في كل الماتشات دي بصفه كبيره من الجهاز الفني اكيد يعني. الحمد طيب لله. نفسك في ايه بقى؟ هل عندك فرصه تسافري بره جامعه ولا مش ده مش وارد يعني؟ انت يمكن واحنا بنتكلم من سنه ونص انا فاكر سالتك السؤال ده، قلت لي انا لو جات لي جامعه كويسه هسافر. لا يعني ما سافرتش من اول سنه. بس ان شاء الله يعني كمان سنه او حاجه ان شاء الله هسافر. ممكن تجي لك حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب منتخب ايه الدنيا ايه ماشيه ازاي؟ هل في منتخب بيتعمل؟ هل في مشاركات دوليه ليكي على المستوى الدولي يعني؟ يعني ايه اللي ممكن يتم معاكي في المستوى الدولي؟ يعني ان شاء الله الفتره الجايه يعني انا بحاول بعد ما هو ابتدي ارجع شويه هخش فيوتشرز وكده. بس انت كنت في 16 سنه دخلتي؟ دخلت بطولات دوليه. كنا فاكر اتكلمنا في حاجه زي كده، لعبت بطوله او اتنين صح ولا انا غلطان؟ كنت يعني ما كنتش لسه دخلت فيوتشرز، كنا بنلعب اي تي اف. كنت في بالزبط. المنتخب في أيوة. السنه انا فاكر حاجه زي كده. بس انت بتخططي لده بعد ما ان شاء الله تقف على رجلك كويس؟ ان شاء الله. ان شاء الله.